إلى المنافسات القارية، حيث تمكن فريق شبيبة القبائل من العودة بفوز مهم من تونس أمام نادي الصفاقسي في المواجهة التي جمعت الفريقين في ملعب الطيب المهيري برسم ذهاب الدور الربع النهائي من منافسات كأس الكاف، فوز وضع به رجال لافان قدما في الدور القادم من المنافسات القارية قبل مواجهة العودة التي سيحتضنها ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو. الحمد لله، اون فيكتوار ميريتي ابري لي زيفور كنا فورني بوندون لي 90 مينوت. سي ان ريزولتا لي يخليك دير ان كرون با. اسبيرون كو ان شاء الله نكملو لو سوكسي هذا في ماتش روتور ان شاء الله. جسدنا بزاف لي زوكازيون، مالوغوزمون ما ماركيناش افيك دي زوكازيون، مي ان بينالتي ثاني ساغست ان بيت. الحمد لله كيما قلت لك، حنا درنا المجهود تاعنا باش نفوزوا بالمقابلات وفزنا بها. الحمد لله، العمل اللي عملناه كامل مع ستاف تكنيك والمدرب ما تخيبناش مع لافان، وان شاء الله يستنانا ماتش روتور في تيزي وزو يكون اصعب من هذا الماتش ان شاء الله. كما شفتوا السيطره كانت للفريق تاعنا كانت لصالحنا، كما كنا نديروا بريسين، كما شفتوا عملنا بريسين كبير بريمير ميطون ودوزيام ميطون. الحمد لله، نورمالمون هذا الفوز نستحقوه، وان شاء الله نزيدو ناكدو في الماتش.